وفي قضية الموسم حتى الآن مشاهدينا أرجعت لجنة الانضباط قرارها في الشكوى التي قدمها نادي العين ضد مدرب فريق الأهلي الروماني أولاري كوزمان إلى 19 من نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة المستشار سالم بن بهيان العمري رئيس اللجنة. وكان العين اشتكى مدربه السابق والمدرب الحالي لفريق الأهلي أولاري كوزمان للجنة أثر التصريحات التي خرجت من مدرب الأهلي بحق نادي العين بعد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتغريمه قرابة نصف مليون يورو. الزميل محمد إسماعيل التقى رئيس لجنة الانضباط وسأله عن أسباب تأجيل اتخاذ القرار إلى يوم بعد غد. لنشاهد. سعادة المستشار، بداية ترحبك في هذا اللقاء عبر بوضبة الرياضية. لو تحدثنا عن أبرز يمكن واقعة تطرقت لها اللجنة وهي واقعة المدرب الروماني أولاري كوزمان، شو القرار اللي صدر فيها حتى اللحظة؟ طبعا اللجنة قررت تأجيل النظر في الموضوع لغاية يوم 19. نادي الأهلي قدم مذكرة جوابية ونادي العين قرر أنه يرد على هذه المذكرة، لكن اللجنة قررت تأجيل الجلسة 19 لتمكين كل طرف أن يجاوب على المذكرات المقدمة من الطرف الآخر. طيب ما هي دواعي التأجيل وأسبابها؟ المذكرة الجوابية اللي قدمها نادي الأهلي الحاضر عن نادي العين طلب تأجيل فيها عشان يقدم مذكرة جوابية أو تعقيبية على الشيء اللي قدموه الجماعة من نادي الأهلي. طيب السؤال الثالث هو اللي يتعلق عن مشروعية من حضور الشخص قانونا في في في, في امام لجنة الانضباط، ام هناك في الجانب الاجرائي يجوز ان ينوب عن شخص اخر سواء كان قانوني كان او شخص عادي يعني طبيعي ينوب عنه في محاضر الجلسة؟ طبعا من يوم ما وصلت الشكوى لجنة الانضباط اللجنة ارسلت رسالة الى النادي الاهلي تفيد بحضور كوزمان او من يمثله قانونا. اليوم حضر من يمثل كوزمان قانونا وهو ممثل قانوني النادي الاهلي. شكرا لك سعادة المستشار. نعم سعادة المستشار.